الثنائي اللي معي يعني بصراحة يعني مو حاسس يعني إنه يساعدني كثير. في حدا منكم أخذ مجموع 17/30؟ كيفك يا عمار؟ تمام، خبرنا قصة لبرانس أول شيء. هو على طول تحس إن هو لابس بدل. هلا في كذا تيم عم يصير معهم شوية مشاكل يعني. اليوم كان أصعب يوم، كل حدا كثير متوتر، كل حدا كثير مضغوط. المستشار تبعي ما كان جاهز ليعمل سكايب.